المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد. أما بعد، فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى، مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، بلغه الله غاية الأمان. تحوي من الطهارة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل، مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر أجرها عنده إلى يوم الدين.